السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذا الكاطو او حلوه ديال عيد الميلاد اللي كيتحضر بسهوله وكذلك بمكونات بسيطه جدا. خليكم معايا تشوفوا بقيه الفيديو باش تكتشفوا الطريقه ديال هذا الكاطو اللي هي سهله وبسيطه بزاف. فكما كتشوفوا معايا فشط ليا الكاطو، الدراري ما غاديش ياكلوه طبعا، ما غاديش نرميه. قبضته قطعته طريفات كما كتشوفوا، عندي الاناناس، عندي واحد شويه ديال لي زابغيكو او المشماش في السيرو ديالهم، كذلك قبضت واحد المول وستفت فيه ديك القطع ديال الكاطو اللي عندي، وغادي نقاد يعني نقادو على فيما كانت شي حفيره ولا شي بلاصه خاويه غادي نعمرها بالكاطو حتى يولي كلشي عندي منسجم. كما كتشوفوا اي بلاصه خاويه كنعمرها حتى ما كتبقى حتى شي بلاصه اللي ما فيهاش الكاطو، وكنقبض كنسقيها بديك السيرو ديال المشماش وكنقادها كنبسطها مزيان بواحد لاسباتول وكنزيد نسقي. خصو يتسقى مزيان، حتى الا ما كانش عندكم السيرو تقدروا تقبطوا واحد شويه ديال الكونفيتور، اي كونفيتور عندكم موجود، وتخلطوه بالماء وتسقيو به. كذلك قبضت الاناناس، قبضته قسمته على جوج ودورته على الكاطو باش يبقى عندي كله في نفس النيفو، يعني ما يكونش شي طالع شي هابط. قديتهم هذاك الاناناس هو اللي غادي يجمعوا مزيان. قبضت القشده الطريه طربتها كما كتشوفوا، وغادي نديرها فوق الكاطو ديالي، غنبسطها من بعد غادي نجيب واحد الكاطو اللي متبقي وغادي نديرو من فوق القشده وغادي نسقيه. غنقبط هذاك المشماش اللي بقى غنطحنو واحد، غندير واحد الكولي غنطحنو مع داك السيرو نطحنو مزيان، وغادي نقبط واحد شويه ديال الجيلاتين. عندي هنايا جيلاتين اغار اغار اللي هي نباتيه وحلال، انا غليتها مع الماء السخون وخليتها حتى بردت شي شويه وخلطتها درتها مع الخليط. من بعد غادي نديرها فوق الكاطو ديالي، غنقادو مزيان وغادي نديرو في المجمد حتى يقبط راسو. من بعد غادي نمشي غادي نصايب واحد قشده طريه غادي نطربها مزيان حتى تطلع، غادي نديرها بالكاكاو باش تجي اللون ديالها هكا ماغو، وغادي نخرج الكاطو ديالي وغادي نزوقو بالطريقه اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. فكنتمنى فعلا ان هذه الطريقه تكون عجبتكم لانها سهله وبسيطه، ما كتاخذناش وقت بزاف، بسهوله في ظرف وجيز كنحصلوا على كاطو اللي هو زوين وراقي، يعني نقدروا نحضروه لضيوفنا او نديروه كهديه لعيد ميلاد. مهم ديبانينا راسنا واخا ما درناش لا جينواز لا والو. ومن بعد قبضت واحد شويه ديال الشوكولاط ذوبته مع واحد المعلقه ديال الزيت وصايبت بها بهذا الشكل هذا، زوقت بها الكاطو ديالي وهكا كنحصل على كاطو عيد الميلاد اللي هو زوين بزاف. فكنتمنى هذه الطريقه تكون عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنساونيش باللايك وما تنساوش تبركوا على الجرس باش يوصفكم الوصفات ديالي، وكذلك خليوا لي التعاليق. والى وصفه قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.